لا تبدو حظوظ المبادرة الجزائرية لإتمام المصالحة الفلسطينية وافرة لإنهاء الانقسام في ظل الخلافات الجوهرية بين فتح وحماس والتضارب فيما بينهما من ملفات تعقد جهود الوساطة التي يتوقع أن تفشل كما فشلت غيرها. هذه المرة تشترط حماس إصلاح منظمة التحرير الفلسطينية، فيما تصر فتح على تشكيل حكومة وحدة وطنية. قدمت حركة فتح رؤيتها للقيادة الجزائرية بخطوات واضحة بإنهاء الانقسام، تبدأ بتشكيل حكومة وحدة وطنية تؤسس للمرحلة القادمة. المطلوب من حركة حماس أن تأتي إلى مربع الوحدة الوطنية من أجل أن تتوحد جميعا في مواجهة كل المشاريع التصويبية التي تهدد مشروعنا الوطني. مراقبون فلسطينيون يرون أن جولة الحوار في الجزائر فرصة مهمة للوصول إلى اتفاق لإيجاد مرجعية فلسطينية موحدة لمواجهة السياسات الإسرائيلية، ولكن ما يمنع حدوث اختراق في ملف المصالحة الفلسطينية تغليب المصالح الفردية والفئوية على المصلحة الوطنية. تباين واختلاف المواقف بين حركتي فتح وحماس ليس جديدا على الساحة الفلسطينية، فالاتهامات لكل طرف بأنه مسؤول عن إفشال جهود الجزائر للمصالحة الفلسطينية ليست جديدة. المصالح الخاصة لكل فصيل ولكل طرف هي من يعيق المصالحة الفلسطينية بالدرجة الأساسية. أما ردود فعل الشارع الفلسطيني فقد تباينت بين أمل إتمام المصالحة واليأس من إتمامها. يأس المواطن عادي نتيجة الاجتماعات المتواصلة في كذا عواصم عربية وأيضا أوروبية ولم تفلح هذه الجهود. نتمنى أن تتكلل هذه الجهود الجزائرية وأيضا هي تكمل الجهود المصرية بأن يتم توحيد الشعب الفلسطيني تحت راية واحدة. يدخل الانقسام الفلسطيني عامه 16، حيث تعثرت كل محاولات المصالحة الممتدة ما بين ظلال الأهرام وستار الكعبة والعديد من الدول والبلدان. وأخيرا ها هي المصالحة تائهة وتمشي في دوائر في صحراء الجزائر. لقنوات أبوظبي، وليد عبد الرحمن، غزة.